تكون الطيبة الخالدة الطاهرة، قيمها الأصيلة متجسدة في أحيائها العريقة، كامنة في النفوس الخيرة. أما الشر على هذه الأرض فسرعان ما يذهب بددا تذروه رياح الخير لتعلو القيم الأصيلة فوق كل شيء. ما بتفهمش؟ مش قلت لك مليون مره ما تجيش هنا تاني؟ ايه ده؟ الكشري ده خد. ما تزعلش نفسك يا معلم، دول ناس اندال. اهرام اخبار جمهوريه. اهرام اخبار جمهوريه، خلاص اتزرعت لي هنا. معلش يا معلم انا اسف. انت تعرف واد عجيل فلاح ازاي؟ لا يا معلم معرفش. انا بقى اعرفك اخويا. خد. خد خد كل مصايب. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. صباح الخير يا معلم سلطان. يا كلها يومين وحجيلك من طرفي واحد يرد عليك السلام ابو حنبي، فاهم؟ يا معلم سلطان بقالك 10 ايام قافل عليهم الميه، مش هين عليك تسيبهم 10 دقايق؟ انت مالك انت مالي وانا حر فيه؟ قافل عليهم الميه، قافل عليهم النور، قافل عليهم الهواء، انا حر قافل مالي انا. نعم يا سنيله انت كمان. حرام عليك، عايزين نروح شغلنا. اصلح شغلك. حاضر يا اخويا نوديك شغلك. ما نوديكش ليه؟ يلا يا عم روح شغلك. لا حول ولا قوة إلا بالله. هي القيامة هتقوم ولا إيه؟ الناس نازلة ببعضها تحت. مش حتة في العالم دلوقتي لو فيها ضرب وفيها حرب. طب ليه يا رب ما نعيش مع بعض في أمان؟ وفي أحسن من المعروف يا عالم؟ ما هو شوف هتدفع الإيجار يعني هتدفع. ما هو
واسمع بس يا معلم. اسمع ايه؟ مش قد السكر عزل، سيب الحته يا احمد. عزل اروح فين؟ تروح فين؟ تروح بداهيه في مصيبه وانا فاتحها حوزيه. انت بقالك 3 اشهر ما دفعتش الايجار. ومين عارف هندفع ولا مش هندفع؟ جرى ايه يا معلم سلطان؟ استنيت له شهر ورا شهر لحد ما يتكسر عليه الايجار وتطرده من الدكان، مش كده؟ اهو ده اللي انت عايزه. لم لسانك يا محمود، خليك مؤدب، والجدع اللي فيكم والتخين اللي فيكم يوادينا هيتفعلوا ازاي؟ لا مؤاخذه يا معلم سلطان، لا مؤاخذه، احنا مفيش فينا حد تخين ولا رفيع، احنا كلنا ولاد حته واخوات، واللي على حسونه انا هدفعهولك. انا مش عايز حد يدفع لي حاجه، انا هعرف ازاي اخد حقي منه. الله سيب الرقبه اللي حليتنا. اوعى سيب حسونه يا معلم سلطان، عيب. ايه الحكايه؟ ايه عافيه ولا عافيه؟ لا عافيه ولا حاجه معلم، العافيه اللي انت فيها. فلوسك اهي. ايه فلوسك ايه؟ الفطار يا كمال. صباح الخير يا ماما. يسعد صباحك يا حبيبي. قلت لحضرتك بلاش فول النهارده. هو ايه اللي بلاش يا ابني؟ يعني انا دلوقتي ما اقدرش اهرب من الفول ده يوم واحد؟ هو انت تقدر تسلط طولك في المستشفى من غير ما تغير ريقك؟ يا ستي المهم مش اللي هنا، المهم اللي هنا. ربنا يكملك بعقلك يا كمال يا ابني. عن اذنك انزل اصب على عم عبد الرحيم واتوكل على الله اروح المستشفى. ما تنساش تسلمني عليه. حاضر يا ماما. وعلى نعمة كمان. طيب طيب يا متسربع. اهلا. صباح النور. وحشتيني قوي من امبارح للنهارده. لا يا شيخ، سالت عليك 3 مرات. يا خبر، 3 مرات؟ لحقك عليا، لحقك عليا، لحقك عليا. اوعى. بقولك ايه، ماما بتسلم عليكي قوي. الله يسلمك. ادالك بوسه من هنا وبوسه من هنا. اوعى بقى، بابا بالذات وصاني. قديمة. ده كمال يا بابا. اما بابا محضر لك حته دي مفاجاه. تعالى يا ساتر. صباح الخير يا عمي. صباح الخير يا ابني. ايه عامل ايه النهارده؟ الحمد لله. لا ده انت الحمد لله عال قوي. الحمد لله. المفاجاه يا بابا. مفاجاه ايه؟ اتفضل يا ابني. ايه ده يا عمي؟ مفتاح العيادة ومكتب الأستاذة المحامية. بس يا عم عيادة ومش ولا كلمة. حكمت المحكمة حضوريا برئاسة بابا عبد الرحيم وعضوية حضرتنا بنت الضرب الأحمر المحامية نعمت. سيتم بإذن الله افتتاح عيادة الدكتور كمال متولي بنفس الحي، وتفاديا لأزمة المساكن قد سمحنا لأنفسنا بأن نسطو سويا على الشقة المستغلة حاليا مخزن. بس على شرط لو البليه لعبت يعني نرد له بدل الشقة عمارة. موافق؟ متشكر. متشكر. ألف مبروك يا ست نعم. ألف مبروك يا دكتور، ربنا يجعلها عليكم قدم الساعد. الله يبارك فيك يا بسبوسة، متشكر قوي. عن إذنك. طيب إن شاء الله القواضي من بكرة هتنزل ترف. ده أنا حبايبي كتير قوي. متشكرة قوي قوي يا بسبوسة. عشان حبايبك كتير تقومي توديهم في داهية. 10 أول زبونة عندك يا أستاذة هتكون أنا. عايزه ترفعي قضيه على مين يا بسبوسه؟ على سلطان، منه لله. عايزه تردنا من الحي اللي اتربينا فيه. وانا هضم صوتي البسبوسه يا استاذ. عايزك تفصلي له قضيه على مزاجي. البالانس فليكس لان. ما هو انت يا حسونه اللي ما بتدفعش الايجار. اعمل ايه يا دكتور؟ ما انا كل ما اقول له الايجار اهو يقول لي بالانس خلي. الصبر حلو والكلمة الطيبة زي ما بيقولوا تدوب الحديد. ادفع اللي عليك تاخد اللي ليك. والنبي يا دكتور احنا مش ناقصين مسكنات. مسكنات تاني يا حسونة؟
مش كفايه اللي انت فيه ولا يعني انكسانس اكسلانس؟ مبروك يا استاذه. مبروك يا دكتور. انا حاسس ان كل احلامنا هتتحقق. وانا حاسس انك هتبقى اكبر دكتور في الحي واحسن زوج في الدنيا. شوفي ليه تطلعي تنزلي؟ هتجوز يعني هتجوز بفلوس؟ هتجوز انت ما تجيش عندي غير نومتك وادمتك وبس. قول عشره وخد بالي في كل عمر ده كله. بص انا قلت هتجوز يعني هتجوز، عايز اجدد، زهقت منك. هتجوز صبيه ولاده من قدك يا وش نحس. هي كده الشغلانه دي، الواحد يفضل يشتغل كده لغايه ما يتهد حيله ويتقطع نفسه. يا تداهي دي شغلانه، شغلانه تقرف. وعنيسه ابو المزاج الفلاني. اهلا، انت جيت يا حبيب قلبي. على فين العزم يا ابو ناصر؟ تقول لي عايز ازازه، عايز فلوس، اقول لك لا لا. انا مش بنقول من هنا بقى الا لما اطمن على موضوع شربات. وهي تقدر يا معلم، ده انت المزاج والمزاج انت. بابا. يا اهلا يا اهلا وسهلا يا مية مسا على عيونك كويسه. ايه اصل هتقولي لي المصروف منين؟ إيه؟ يا محلبه اجري بيت نجر من دم، امشي من وش جت كل بلد تاخدكوا كلكوا. شهم شهم يا ابو ناسر. ودي طبعا شهم او كله بصابه. يا راجل قول كلام غير ده. هو حب النهارده حب، فين زمان وحب زمان؟ ياه فكرتني يا حاج يا خرابي. ده انا ما كانش يعجبني اقدرها يا اختي ولا خيبه. هو احنا كنا نعرف حاجه اسمها حب؟ انا ما شفتش متولي الا بعد المأذون ما كتب علينا بجمعه. كده برضه؟ ايه مش خطيبتي؟ بقول لك ايه كمان وبعدين معاك. مساء الخير يا ماما. اهلا اهلا بعروسة ابني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا عمي؟ ازيك يا ابني؟ ايه رايكم في فنجان قهوه من ايد الاستاذه نعمه؟ من ايد الاستاذه نعمه؟ يبقى من محكمة البن المختلط. انا احتاج بقى، لان ده يبقى فنجان قهوة مع سبق الاصرار والترصد. كمال ما تخش في الموضوع يا اخويا، انت الكل في الكل. قول انت. تسلم ايدك يا حبيبتي. بس بس ما دام القهوه اندلقت يبقى الخير هيعم. ان شاء الله هيعم. بقول لك ايه، تاخدي شويه خير يا نعمت عشان يبقى بالنص. انا اقول لك يا سيدي، بدل ما تهتز في شبر ميه، كاتب الكتاب الخميس الجاي. عفارم او عم، بمناسبه وصول المستر حماده ابن المعلم سلطان من بلاد بره، المعلم سلطان يدعوك
يا عم كده كويس. بقول لك ايه؟ قوم يا معلم. كفايه كده. دلوقتي انت على المطار جاري عشان تجيب حماده، فاهم؟ هلا يا معلم. ما تنساش تقول لهم يحضروا العربيه بتاعته، فاهم؟ حاضر يا معلم. يلا يا خيشة. حاضر. يلا يا واد. يلا شغلوا ايديكم. الله. كلها ساعه زمن وهيجي حبيبي القلب. ده جاي من امريكا يا واد، مش جاي من امبابه. هذا سلامه. انت هذا سلامه. واحد شاي وصلاحه يا متول. انت هاد متول؟ ده بتقول الكلام ده لمين يا هلا؟ اقرا يا حسونه، حد داسلك على طرف؟ اجيب لك رمضان، ما هو ده اللي ناقصك. وايه ده اللي ناقصني؟ ده هو ده اللي مكملني. ابو نسر جوز شربات يا تريل، واللي مش عاجبه يشرب من البحر. شربات هتميل بخت البيت منك لله بعيد. ومين ياد اللي هيميل بختها؟ لا لا، عندك احنا ناس نفهم الاصول، ما يصحش كده. اخده يا اسطى نص، اقسمه لك نصين وشرفك. لا 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 لا، عيب يا زلطه، ده ابن حتتنا برضه. لا نعم يا معلم. حلاوة قوي يا سلامه. الشوطه شغاله فيهم شايف؟ عقبال ما تشتغل في الحته كلها. انا زهقت خلاص، زهقت وقرفت من الاشكال دي. عند الله على السلامه يا سي حماده. المعلم سلطان لا على حامي ولا على بارد، قالب الدنيا عليكم ووقف الحاره كلها على رجل. ذبحنا تلات عجول، المعلم ذبح عجل وسلامة عجل وانا عجل. مالا سي حماده، واحنا عندنا اغلى منك؟ جود جود. اللهم صل على النبي، وبورتم بالانجليزي كمان. يا فرحة المعلم بيك. الحمد لله على السلامة يا سي حماده. ثانك يو. هتتجوزي رمضان يعني هتتجوزيه؟ ايه ماله؟ في شايف مزاج ابوك على الاخر، وابوك راح يشوف مزاجك انت رخر على الاخر. اكل شرب لبس، وهيبقى البالانس فليكس لانس. وات از ذيس؟ ايه ده؟ داميه عاملها لك بايديا، هتاكل صوابع الابعد وراها. يو ار فيري ستيوبيد، شيل ده من قدامك، شيل. امال هتاكل ايه يا مستر حماده؟ ياكل ايه؟ ياكل كنيس، ياكل تفاح، ياكل الشام. اسمع الكلام اللي بيقول لك عليه وشيل. انت مش هتاكل يا معلم؟ انا خلاص شبعت ومش عايز حاجه ابدا، مش ناقصتي حاجه ابدا. انا كل اللي كان ناقصني ابن حبيبي، وهو رجع وهينور عليا البيت. هتبقى دراعي اليمين يا حماده. طب اجيب لك حاجة حلوة. نيفر مايند داد، ما كنتش عندك أي فكر. أنا فهمت من الجواب اللي أنت بعتولي كل حاجة، وعرفت كمان إيه اللي مزعلك. زعلني؟ أنا مفيش حاجة في الدنيا دي تقدر تزعلني أبدا. أنا معلم سلطان عم الحتة دي كلها، تلات أرباع الحارة دي ملكي أنا. عارف يا بابا عارف. اللي مزعلك الربع اللي ناقص. جدع، هو انت دلوقتي ابتديت تفهم ابوك بصحيح؟ وايه اللي منعك؟ الابوكاتو بتاع الحته ست نعمه، ما هيجي عليا السكان كلهم، لا حد راضي يبيع ولا حد راضي يعزل. نعمه؟ ايوه نعمه. نعمه اللي فضلت عليك ابن العطار وقالت عليك صايع. أنا صايع؟ لكن فشل. خد أبويا هجوزك ست ستها، بس المهم تحط إيدك في إيدي لحد ما تجيب مداخلها في الأرض. أمر يا بابا. هنشتري الربع الفاضل من حتة ونهد. برافو برافو بابا. ونعمل مطرح ومشاريع، مشاريع تجنن. نعمل بوتيكات، سوبر ماركت،
نعمل كباريه ونسميه كباريه الضرب الاحمر. كله يقعد. اقعد. اهلا اهلا اهلا. ازيك يا حماده؟ الحمد لله على السلامة. اهلا. اهلا. ايه يا ابني اللي انت عامله في روحك ده وعامله في الناس القاعدة دي؟ نيفر ماين، حاجة كده بس عشان افرح العيال. دونت وري. دونت وري؟ انت قصدك على العيال بتوع بلاد بره مش بتوع الضرب الاحمر. كله. الحي كله عايز توضيب، توضيب كتير قوي. يسلم بقك وبق اللي جابك، ادي العيال الصح بصحيح. فعلا. دي العيال. الصح. شربات هادي الحتة كلها. فين نعمة؟ أكيد حلاوت كتير. فعلا نعمة حلاوت كتير. وأنت وحشيت كتير أوي. أهلا يا دكتور. أهلا أستاذ محمود. أنت ما أدريتش يا سي حمادة؟ إيه؟ الست نعمة اتخطبت للدكتور كمال. أمال إيه؟ فوق. سيبه يا أستاذ محمود. الظاهر إنه بعد ما رجع من بلاد بره مخه بقى مش مظبوط. يا ميت ندم على خلفك المنايل يا سلطان. خلي الكلام يحلى. بصحتك ابو نسب. بصحتك يا معلم. مبسوط؟ ده انا مبسوط على الاخر يا معلم رمضان. ما دام مبسوط بقى ابسطني. امر يا معلم رمضان، كل طلباتك مجابه. شربات يا اسطى حسون. انا اديتك كلمه يا معلم رمضان. كلام كتير لكن الفعل قليل. نفسي اشوف تفليس، نفسي اشوف شربات في بيتي. غالي والطلب رخيص يا معلم رمضان. انا اديك الساعه لما اشوف بنت في بيت راجل ماله هدومه وكثيف زيك. طب خد دول. لا 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 خلي. لا والله خد دول. يا راجل خلي. والنبي لو خلي. ده عينيا ليك. وهو كله بحسابه. يبقى اصلك لحد دلوقتي 150 آية بالتمام والكمال. خد بقى امضي هنا. حاضر. بس كده؟ ده أنا أمضي وأبصم وأختم بالعشرة كمان. البالانس فليكسلانس. اتفضل يا بالانس. خلاص يا حمادة، معاش في وقت. كاتب الكتاب بيوم الخميس. ما تخافش عليا يا معلم. أنا كمان جهزت لك خطة ما تخضش الماية. وأنت هتقولي على خططك يا معلم؟ التأشيرة بتاعتك جاهزة وتذكرة الطيارة كمان. وأنا كمان جاهز يا معلم سلطان. أنا عاوزك دايما تبقى جاهز. سيب الباقي عليا أنا. إيه؟ يلزمك خدمة يا أم الدكتور؟ يا أخويا تعيش، اطمن، الخير كتير. الأكل كتير والأشياء معدن، أنا عايز الحارة من أولها لآخرها تاكل وتنبسط. الله ما اتحرم منك يا حاج متولي، عقبال عندكم يا جماعة ونجاملكم في الأفراح. يا أختي ما عدمكيش يا أم شربات. هي الولية ناقصة مصاريف يا ربي. طيب. أنوار على كل الحاضرين ولاد حتتي الكرام. الليلة أجمل ليلة في عمري لابني وابن عمري الدكتور كمال متولي. وأهلا بيكوا كلكم، كل واحد ياخد راحته زي ما يكون في بيته وأكتر شوية. ودلوقتي بقى هقدم لكم أخويا وحبيبي أبو العروسة وأبو مرات ابني الحاج عبد الرحيم الراجل الطيب. ما
بسم الله الرحمن الرحيم. سلامات لولاد الحارة وجدعان الحارة وكل اللي شرفوني في جواز الأستاذة نعمة من الحتة وكل حتة. ودلوقتي هقدم لكم خبر سعيد، إنها بتطلب منكم هي والأستاذ الكمال أي خدمة في أيها حاجة أو أي علاج بالمجاني ومن النهاردة. عقبال عندكم جميعا في المسرات إن شاء الله. جدعان عام وكمان الجدعان جدعان ولاد حتتنا اللي شرفونا هنا الناس الطيبين طيبين الجدعان عام وكمان الجدعان الجدعان والاسطى محمود الاسطى محمود كمان الاسطى محمود محمود. الف الف مبروك لاخويا وابن حتتي الدكتور كمال، والف الف مبروك لاختي وبنت حتتي الاستاذه نعمه. ودلوقتي بقى لازم نرقص ونغني ونبسط الجميع. يا بنت روح الفرح اهو واجب برضو عشان تفرفشي. يما اعملي في الفرح واحنا وش فرح؟ انا عندي حاجه اروح بيها يما. علشان طعمتك يا حلاوه لقيت لك الورد نقاوه، علشان طعمتك يا حلاوه لقيت لك الورد نقاوه، وانا جبت لك عقدين يا سمير وبرضه بديتها قساوه، انا جبت لك عقدين يا سمير وبرضه بديتها قساوه. اجيب كازوزه يا سكره؟ لا لا ما بشربهاش. اطب بحايا مقشره؟ لا لا ما بحبهاش. اجيب لك كازوزه يا سكره؟ لا لا ما بشربهاش. اطب بحايا ومتقشره؟ لا ما بحبهاش. يا غزال الضرب الاحمر متفاهم بالهداوه، هو الضرب الاحمر فارع من الشقاوة، يا غزال الضرب الأحمر هنتفاهم بالهداوة، والله الضرب الأحمر فارع من الشقاوة، يا غزال الضرب الأحمر نتفاهم بالهداوة، والله الضرب الأحمر فارع من الشقاوة، يا حلاوة على الشقاوة. تقلن علينا ولا بتلغينا؟
شاف واخر عجب. لا لا ما يزعش. طب اجيب فراوله وكاس ذهب. لا لا في المشمش. غزال الضرب الاحمر هنتفاهم بالهداوه، هو الضرب الاحمر دبر عني الشقاوه. غزال الضرب الاحمر نتفاهم بالهداوه، ولا الضرب الاحمر دبر عني الشقاوه. غزال الضرب الاحمر نتفاهم بالهداوه، ولا الضرب الاحمر دبر عني الشقاوه. يا حلاوه على الشقاوه. يا سلام. نعم يا معلم. الزبائن اللي راحت فرح الليله ما تقعدش في القهوه دي تاني، ولا حتى تمشي في الحته، سامع؟ اسمع يا معلم، تحب نبوظه؟ نهد الصوان؟ نحرقه؟ لا لا يا عبير، ده في تخطيط تاني. سيبهم يفرحوا لهم يوم يومين ثلاثه اسبوع، بعد كده في كلام تاني. كنبه راحت عليا نومه، ما حسيتش بيها وهي خرجت. راحت عليك نومه؟ خرجتي ما رجعتي. ما تتخمد انت اخرى. انت ايه؟ غفير؟ تاخدي اكتر؟ ربنا يخليك كده كويس. ادي عنوان معرض السيارات بتاعي، تعالي لي في اي وقت عشان تشوفي مكتبي. الحتة واللي بيقضوا فيها. شفت هذا سلامة؟ شفت شفت يا معلم. وقال ايه؟ ابوها دايما يدعي الفقر، هو بقى دلوقتي اللي طلع بالانس. سمك وعشرة جنيه مرة واحدة، ده كتير قوي يا شربان. حوشي يا بنتي للزمن. تحوش للزمن؟ حلوة قوي دي.
حوش معانا يا بنت، انا بنك بارك رانس. شربات تعمل كده؟ ما الحكايه بقت باميه خالص. ابوك راح فين يا خردة؟ الله 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 الله، من اين لكم هذا الثراء الباعي؟ بيض وجبنه ولانشون وقوطه. الله، اهلا يا دكتور. اهلا. ابوك فين يا خردة؟ هيكون فين يعني؟ راح يجيب الشيء لزوم الشيء. خير يا دكتور؟ هيجي منين الخير يا رمضان؟ وانتوا اللي بتناموا بيه بتصحوا بيه؟ ما تفوقوا بقى. الله ومزاج يا دكتور، ولسه بقى قدامنا الوقت كتير، وتائبوا من الذنب كمان لا ذنب له. يا سلام، وبتطلبوا من ربنا يسناكوا لما تتوبوا، مش كده؟ دي حجة الجاهل. الموت ملوش معاد يا رمضان. وساعتها البني ادم يدور على ثانية واحدة علشان يتوب ما يلقاهاش ويموت كافر. خسارة يا رمضان، خسارة. ايه يا جماعة؟ مش حاسب يا ابني انت؟ حاسب فين؟ انت علم الأدب وأنا علمك الأدب. ولا سلامة. ايه الحكاية في ايه يا أخ؟ أولا أنا مش ميس أخ، أنا اسمي الدكتور كمال. ثانيا المفروض تعلم ابنك الأدب. ثالثا وده الأهم معلم سلطان، المفروض إن احنا ولاد حتة واحدة، ما يصحش يحصل منك كده. ايه الحكاية؟ انتوا اشتديتونا ولا اشتديتونا؟ مش كفايه ساكتين عليكم ومطنشين اخر طناش؟ ايه مطنشين اخر طناش دي؟ ما توضح كلامك يا سلطان. انا مش اسم سلطان، انا المعلم سلطان على سن ورمح، مش واخد بالك ولا ايه؟ صحيح صحيح، العقل زينه ابو حماده. انت بتقول ايه يا ولد؟ انت نسيت قيمة ابوك في الحتة ولا ايه؟ انا طول عمري عم الحتة، والحتة كلها بتعمل حسابي. انت جبت الجبن ده منين؟ اذا كنت انت بتجني قدام واحد زي ده، امال في بلاد بابا كنت بتعمل ايه؟ كان لازم ياخدوك على قفاك. فازر بليز ارجوك، كفاية كده. هو ده اللي اتفقنا فيه. وانت يا سخيش؟ طب انا هعمل ايه بس يا معلم؟ إذا كان المصدر حمادة اللي اسمه المصدر حمادة جيري، حاف أنا؟ تقف أنت؟ وقفت المية بزورك، يلا على القهوة، يلا. اسمع عاد أنت، فتح ودانك كويس للكلام اللي هقوله لك. البت نعمة فضلت عليك كمال ابن متولي العطار، ونسيت مين أنت ومين أنا، لكن وشرفي إن ما عرفتها كويس مين أنت ومين أنا، لن تبدو لعرفك، فاهم؟ اتفضل. أشوف بقى أنا خلفت راجل ولا خلفت دعجة. يا سلام يا نعمت، يوم المنى عندي لما بشوف في بلدي مصنع جديد، عمارة جديدة، مشروع جديد، ما تصوريش قد إيه ببقى سعيد. ما هي دي رسالتنا في الحياة، نعيش عشان نبني مش عشان نهد. فعلا البنى صعب، لكن الهدم ده شيء سهل. نموذج زي سلطان مثلا ما يعرفش غير السهل. الهدم عنده مبدا، دين، عقيده. سلطان ما يقدرش يعمل اي حاجه. البلد يا كمال الغالبيه فيها اهل خير ومروءه وحب. تعرف يا كمال انا قلت لك تجيبني هنا ليه؟ ليه يا حبيبتي؟ عشان احس وانت جنبي ان العالم كله ملكي. ايه حيلك؟ احنا مش عايزين من الدنيا دي كلها غير شقة صغيرة تجمعنا سوا. ما هي الشقة دي هتبقى بالنسبة لي العالم كله. يا سلام يا كمال، ده كل ركن فيها هعمله بذوقي بإحساسي. ايه بتبص لي كده ليه؟ اصلي معجب. قديمة. عبد الحميد عبد ربه. ايوه حاضر. انت عبد الحميد؟ ايوه يا فندم. امتى يا اخويا؟ كان ظهر بالفصل وضرب الطرد يا اخويا. حامد عبد ربه. اخوات ولا ايه؟ متوائم. حامد عبد ربه. ايوه يا عم. فين حامد؟ ايوه يا عم. هات يا سيدي امضي امضي. ضرب الطرد يا اخويا.
الطرد. ايه دي؟ فرشة سعيدة. فكرة عطية. يا راجل ده فكرة عطية. ايوه يا سيدي. بنجي دفرنجي. فتاح يا عليم على الطرد. دفرنجي. انت فكري؟ ان شاء الله. انت خير ربنا يجعله خير. خير خلصني. من ضرب الطرد يا اخوي. عبد الرحيم سيد زكي. عبد الرحيم سيد زكي. يا عبد الرحيم. ايه في ايه؟ الحاج عبد الرحيم سيد زكي. حاج حاج. امضي يا اخوي. امضي خلصني. من ضرب الطرد. تجرى الله شوف مصلحتك يا سيد. عارفني. عبد الموجود حسن ابو طروه. سيد سليم بوران. اصلي يا سيد الحنك. علي علي ابراهيم مصطفى. الست بسبوسه. الست بسبوسه. نعم. بسبوسه. نعم. انت بسبوسه؟ أيوه. امضي يا اخي. امضي. نص كيلو قرع نص كيلو باميه. ضرب الطرد. غيره. هريدي عمران. خير يا وش الخير. هريدي. امضي يا اخويا انا ضرب الطرد. على عيني يا اخويا. قول يا سيدي. قول يا سيدي. قول يا سيدي. حاج عبد الفتاح مدبول يا ابو حرشه. احمد ماهر المفش. ايوه يا اخويا انا مراد. مراد مفش ولا ابو حرشه؟ المفش. قول يا مفش. امضي. معرفش امضي. صومي. بس امضي. ابو حرشه. مدبول يا ابو حرشه. ايوه مش موجود انا يا بنت. خد امضي يا بنت. اصغر يا حسونة إبراهيم حسونة. أنا حسونة إبراهيم حسونة. إيه؟ عايز نص نعل؟ لا عايزك تمضي هنا وديها مسمارين في النافوخ لا تطلع من الكعب. نمضي. ما نمضيش ليه؟ البالانس فليكسلانس. ده أنت رايق قوي. معلم سلطان الحوت وولده حماد لا لا تبعنا. صباح الخير يا حوت. حنوي اتفضل. حلاوه قوي يا واد. هنخلص على الحته كلها. وبالي الباقي يا واد. والقبيل. أنه في يوم الاثنين الموافق 22 نوفمبر 1980 انتقلت أنا محضر الضرب الأحمر إلى محل إقامة كل من واحد السيد عبد الرحيم السيد داكي مخاطبا مع السيد حامد حسن أبو حلوة مخاطبا مع السيد صلاح عبد المجيد عمران مخاطبا مع السيد عبد الحميد عبد الرب مخاطبا مع والمقيمين في العقار رقم 8 تبع قسم الضرب الأحمر السيدة بوسينة علي علوان الشهيرة ببسبوسة مخاطبا مع والمقيمة في العقار رقم 10 قسم الضرب الأحمر السيد حسونة مريم حسونة مخاطبا مع السيد فكري محمد عطية مخاطبا مع أحمد محمود الجندي مخاطبا مع والمقيمون في العقار رقم 15 تبع قسم الضرب الأحمر بموجب أمر الهدم الصادر برقم 227 بتاريخ 17/6/1980 من محكمة البلدية محافظة القاهرة وبناء على المعاينة التي تمت وثبت فيها أن العقار رقم 8 و10 و15 ملك سلطان الحوت غير صالحين للسكن وقايلين للسقوط لذا ننذركم بالإخلاء فورا في ظرف أسبوع من تاريخه وإلا سيضطر المعلن إلى اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري ضد المعلن إليهم. بعد كلام يا سلطان. الحكاية دي مش ممكن اتسكت عليها أبدا. وإمتى المعاينة تمت؟ ده احتيال. بالهداوة يا جماعة بالهداوة. عمرنا ما هنفكر إلا بالهداوة. ما هو طبعا اللي إيده في المية مش زي اللي إيده في النار. كويس كده محلاتنا اتقفلت وعيارنا تترمي في الشوارع. عيب يا حاج فكري. صحيح احنا مش ساكنين في ملك سلطان، لكن مشاكلكم هي مشاكلنا. ده احنا ولاد حته واحده يا راجل. قالوا الفرعون ايه فرعانك؟ انا ما لقيتش حد يصدني. هو فاكرها فوضى؟ في قوانين في البلد. خلاص انا هتصرف في المساله دي. الهي اشوف فيك يوم يا سلطان، يا ظالم يا مفتري. شفت بقى؟ اديني لبست لك الحته كلها الطرح. دول كانوا بيجرموا المحضر زي الفراخ يا معلم سلطان. عرفت بقى ان ابوك كان على حق. امال يا معلم سلطان. كان نفس امك تكون عايشه لحد دلوقت عشان تشوف انا كنت ايه وبقيت ايه. تصدق اني ما كنتش عاجبها؟ بشر ده انت تعجب الباشا يا معلم سلطان. كنت عايزاني اشتغل حته الصنايع عند الليس واللي ما يسواش. امك دي سكت هبله وعلى نيتها. ما كانتش عارفه ان اللي معاه قرش بيساوي قرش واللي معاه الف بيساوي الف. أنا تعبت، شقيت، افتريت، افتريت لحد ما اشتريت تلات أرباع الحتة دي. أبوك دلوقتي تلات أرباع الحتة دي ملكه، وملكك أنت يا حبيبي. إكسلنت معلم سلطان، إكسلنت. عارف كل ده عشان مين؟ عشانك أنت يا حمادة، عشان تعيش قلبك جامد، مستريح، زي الحديد. بعتك أوروبا عشان مفيش حد في الحتة دي كلها يبقى أحسن منك.
جود بلاي مستر سلطان، جود بلاي، اند اي لايك يو. اند مي تو خمادة. وبعدين يا عم الحاج، لو الراجل سلطان نفذ امر الطرد هيتخرب بيتنا. والعمل يا محمود يا ابني؟ العمل عمل ربنا يا حاج، الطلبيه لازم تتم في ميعادها، ده انت عمرك ما خلفت ميعاد. دول 100 حته ارابيسك يا محمود يا ابني، هنلحق نسلمهم في الميعاد. نشتغل ليل ونهار يا حاج، ده احنا كلنا صبيانك ورجالتك. والناس اللي في اسكندريه مستنين الطلبيه على نار، هنقول لهم ايه؟ انا هسافر لهم، اترجاهم يستنوا علينا شويه. سافر يا ابني، سافر. استنى يا بنت العايزة. اتفضلي. ايه اللي حصل يا بنتي؟ ايه اللي انا سمعته ده؟ طمن يا حاج، كل اللي سمعته عني غلط في غلط. مش كفايه عليا ظلم الزمن، يجيني كمان ظلم الناس. احكي لي يا بنتي، ايه الحكايه؟ الحكايه يا حاج، هتتجوزي رمضان يعني هتتجوزيني؟ ايه؟ ماله؟ في ايه؟ شايف مزاج ابوك على الاخر، وبكره هيشوف مزاجك انت الاخر على الاخر. اكل، شرب، لبس، وهيبقى البالانس فليكس لامس. بتعمليه ده يا مجنونه؟ ارجوك سيبني، عايز اموت، عايز اموت. تعالي. ده حرام، ده كفر. تعالي تعالي معايا. مؤكد ربنا بعتني ليكي قبل ما تعملي حاجه ترضيني. ايه اللي خلاكي تعملي كده؟ لو تعرف ظروفي تعذرني. عارف يعني ايه خمس اطفال يناموا من غير عشاء، واب ضيع كل فلوسه في الشرب. كان لازم اخلص من حياتي. ده ضعف، الانتحار جبن وهروب من مشاكل. الجدعانه ان احنا نقف ونواجهها. اواجهها ازاي؟ تشتغل. اشتغل ايه؟ انا ما كملتش تعليم. ابويا طلعني من المدرسه من قبل ما اخد دبلوم التجاره. يعني عندك فكره عن الحسابات؟ طب ما تيجي تشتغل معايا في المحل. انت اسمك ايه؟ شربات. طب تعالي يا شربات عشان اوصلك. طلع جدع ابن حلال وقصده شريف. حكيت له حكايتي. عرض عليا اشتغل معاه في محل بيع سيارات. مدلي ايده. اكل لاخواتي. وفلوس كمان. مادام يا بنت قصده شريف اهلا بيه. احنا في ذاك الساعه يا بنت لما يبقى في وسطنا راجل طيب بالشكل ده. ابويا مش هيوافق اعمل حاج، ده عاوز يجوزني رمضان. رمضان اللي مسيطر عليه بالشرب والديون. لا يا بنت اطمني ولا يهمك، اعتبريني انا والدك. خليه يجي يقابلني ويشرب معايا فنجان قهوه. بقول لك ايه يا دكتور كمال؟ خير. خير؟ خير منين؟ عاوز اقول لك الابوكاتو بتاعك مش هينفع. وانزاد الطرد هيتنفذ في 24 ساعة، فهمت يا دكتور كمال؟ وأنا كمان عايز أقول لك كلمتين يا معلم سلطان. الناس دول ناس طيبين أوي أوي أوي، لكن اتقي شر الحليم إذا غضب. سلامة يا معلم سلطان. يا
كده. محدش يقدر يقف قصاده، لا عاش ولا خلق، فاهم؟ طبعا يا معلم. امال ايه؟ الله، طبعا يا معلم، طبعا طبعا طبعا. عملت ايه باستئنافك يا جميل؟ يا بسبوسه، يا اسطى حسونه، يا محمود، يلا يا رجاله، يلا بينا. فكرة الأستاذة نعمت حلوة ازاي؟ صحيح، الإنسان في أي حتة يقدر يشتغل ويبيع، دي البلد بلدنا والأرض أرضنا. إيه؟ سرحان في إيه؟ يعني إيه؟ حامل هم الحاج عبد الرحيم والشغل اللي مطلوب مننا، ده في طلبية لوحدها عايزة لها أكتر من شهرين علشان تخلص. هتخلص ازاي وإحنا واقفين في الشارع؟ ولا يهم، ده ربنا عنده تسهيل. بقول يا استا محمود، انت عمرك ما فكرت يبقى لك بيت؟ بيت ليه وانا بنام في الشارع؟ مش قصدي، قصدي يعني بيت وعيلة وعيال. فهم. تعرف يا بسبوسة، انت حنينة قوي. بسبوسة، نادر عليا يوم ما ننتصر على سلطان ونكسب القضية، لا اعمل لك أوضة نوم كلها أرابيسك في أرابيسك. يا رب. نكسب القضية. حاجات كتير قوي يا بنتي، انا حاسس اني لازم اتكلم معاكي. ما هو المثل بيقول ان كبر ابنك خويه وان كبرت بنتك اخوتها. بقالي كتير ما شفتش ضحكتك الحلوه دي. وفي ايه الواحد يضحك عليه؟ عندك حق،
أنا السبب. الظروف هي السبب. الظروف دي أنا اللي خلقتها. أيوة يا بنتي، أنا ما كانش في حد في الحتة زيي. نسيت نفسي، نسيت شغلي، نسيت ولادي. ما تقولش كده يابا. صدقيني يا بنتي، أنا عايز أتوب، عايز أكفر عن اللي عملته فيكم. اوعى تعيط يابا، مفيش حاجة في الدنيا تستاهل دموعك. أنا بنتك اللي تأمرني بيها أعملها. أرجوك يابا، أنا هتجوز رمضان. رمضان مش هيشوف ضفرك. والدين اللي عليك؟ الدين اللي عليا رمضان أنا اللي هدفعه، مش أنتي. طب بس بس خلاص، الموضوع بسيط، مش مستحق ده كله. كل شهرين تلاتة عايز يتجوز عليا بحجة إن أنا ما بخلفش، وأنا ذنبي يا ست نعمت. أنا بعت له وهتكلم معاه بنفسي. ادخل. المعلم رمضان يا أستاذ. خليه يدخل. اتفضل يا معلم. السلام عليكم يا أستاذة. اتفضل يا معلم. يا نهار اسود، انت بتخرجي من ورايا ولا ايه؟ لا، عاوز افضل اعدالك عشان تتجوز عليا زي كل مره. اهلا يا سي رمضان. عليكم السلام ورحمه الله يا دكتور. انت مش هتبطل اللي بتعمله ده يا راجل انت؟ عملت ايه؟ المال والبنون زينة الحياه الدنيا، وانا عندي المال. منين المال؟ بشتغل وكسيب، بكسب حلو قوي. حرام، كل اللي بتكسبه ده حرام. انا تاجر. تاجر سموم. راعي ربنا وبطل اللي بتعمله ده، وهو ينعم عليك بالمال الحلال والبنون. فهمت يا رمضان؟ فهمت يا دكتور، متشكر قوي يا استاذه. قدامي يا ابو ذي النحس يا اللي نحساني طول عمري. طيب كرسي ده شيك قوي، حط في بلكونه يبقى هايل. صالون طلياني، كنبه واربع فتير بالترابيزه، خشب طبيعي، شغل يد، 4500 جنيه. كم؟ 4500 جنيه. ليه يعني؟ لان ده شغل يد هاند ميد، تفنيش كويس، لطيفه كمان. بحسب ده عشان هاند ميد وتفنيش كويس، لعلمك جدا. في اوض اطفال؟ ايوه يا فندم اتفضل. أطفال إيه وبتاع إيه؟ ده بيقول لك 4500 جنيه والتفنيش كويس. يعني إيه التفنيش كويس؟ الله، أنا بقول له كده عشان نبعد من هنا. ما أنا بقول له كده لنفس السبب. طب يلا. اتفضل يا حضرات. حاضر يا حبيبي. التفنيش كويس قال. فتح ودانك كويس للكلام اللي هقوله لك. البت نعمه فضلت عليك كمال ابن متولي العطار، لكن وشرف ان ما عرفتها كويس مين انت ومين انا، لن تبدو ان عرفك. مات؟ حمادة ابني مات، ابني مات. مش معقول، مش معقول. لا
خير يا دكتور؟ دلوقتي خلي الناس تروح لانها مش هتفوق غير بكره الصبح. البالانس في الاكسلانس. انا السبب. انا السبب في قتلك يا حماده يا ابني. انا السبب في قتلك. انا السبب. يا معلم يا معلم مفيش كده. العمر بيد الله. معلم معلم سلطان. معلم سلطان. دكتور ارحموني يا ناس. خير؟ خير يا ابني؟ المعلم سلطان يا حاج. ماله؟ وقع وبسخسخ ومعرفش ماله. عايزين الدكتور كمال والنبي. ان ربك لا بالمرصاد. استنى يا سلام دقيقة واحدة اغير هدومي واجي معاك. ان شاء الله بكره هبقى اجيب له الدواء معايا وابقى اجي اطمن عليه بنفسي. كتر خيرك يا دكتور. مع السلامه يا دكتور. تعبناك. صباح الخير. صباح الخير يا حاج. صحيت ولا لسه؟ لا لسه يا حاج. ماما عيني. تكلمي مين يا ماما؟ أنا أبوك يا نعمة. الحمد لله على السلامة يا بنتي. أتفتحوا الشبابيك يا ماما. قاعدين في الضلمة ليه؟ الشمس مالية الأوضة يا بنتي. شمس؟ مش شايفة يا ماما. مش شايفة يا ماما. مش شايفة حاجة. مش شايفة حاجة. أنا عميت يا ماما. عميت يا ماما. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا عميت يا ماما. عميت يا ماما. عميت. يا عيني. عين يا ليل يا عين يا ليل يا يا ليل عين يا ليل يا عين يا يا ليل يا عين ايه اللي جاي يقول لي يا مين ابتسم قبلي وبعدها ما بكيش ايه اللي جاي يا وعد يا ولا لون
عتبت الدنيا وعلى كيفها ما تديش يا عين يا ليل طبيب الجراح ده طبيب الجراح دوا الناس وانا فاضي كل المجاريح طابهم وانا فاضي جريح ويا ما داويت من عمري يا ما ابتدي القلب شاب وشقيت جريح ويا ما داويت من عمري يا ما ابتدي القلب شاب وشقيت ملقتش دوا فاضل يا ليل يا عيني يا ليل يا رجعتيهم كويس؟ ايوه شكرا يا شربان. مالك يا شربان؟ في حاجة؟ الناس ما بتسيبش حد في حاله. حد قال عليكي حاجة؟ من يوم ما وصلتني لحد البيت وانا سيرتي بقت على كل لسان. اللسان اللي يجيب سيرتك نقطعه. اسمعي يا شربان، أنا هاجي عندكم وأطلب إيدك. بلاش يا شحاتة، كفاية اللي عملته عشاني. أنا ما عملتش حاجة، أنا أخدتك بإرادتي ومش ممكن هسيبك. يعني أنت مصمم؟ أوي. خلاص تعالى قبل الحاج متولي. مين الحاج متولي؟ ده راجل طيب وكل الحتة بتحبه وبتحترمه. تعرف يا معلم رمضان اتاري المعلمه دي ايه؟ اخر عظمه قباها فخفاخه حاجه تانية. انت يا سلامه يا سلامه الزف. ايه ادى احنا ما عرفناش نتهنى بالمعلمه. ايوه جاي اسمك ايه يا حلوة؟ خردة؟ محل الحاج متولي اللي في الوش ده. حاج متولي؟ ايوه يا ابني. صباح الخير يا حاج. اهلا وسهلا. انا شحاتة حاج متولي. اهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. يا مرحبا، اتفضل اتفضل يا ابني. يا حسونة حسونة، تعال سلم على عريس شربات. عريس؟ ايه بقى عريس الغفله بقى؟ ده لازم شحاته اللي قالت لي عليه شربات. يا معلم رمضان. نعم. انا كنت عايزك في كلمتين. انا بقى مش عايزك. ده شوف يا جدع انت. ايه ده؟ انت تتفضل تمشي من هنا. صح كده يا معلم رمضان. شربات ده انا دافع مهرها.
وابوها هو عندك اساله. طب شيل ايدك بقول لك. انت زياده عني في ايه؟ البدله دي ده نعمل 20 بدله. الله. يا عالم يا هو ادي مهر شربات وابوها ماضي عليه. اصالات على ابوها ماضي عليها. يبقى مراتي ولا لا يا عالم؟ مجنون ولا مراتي ولا لا؟ الاصالات مين ايه؟ قولوا يا ناس قولوا. معنى كده انك معترف اعتراف كامل بمحض ارادتك وبدون اكراه. ايوه يا سعادة البيه، انا قتلت رمضان بارادتي مش بارادة حد. واقفل المحضر على هذا في ساعته وتاريخه، وتقيد الواقعة جناية طبقا للقانون، ويودع المتهم بالسجن على ذمة التحقيق، على ذمة التحقيق، وتحال الأوراق لمستشار الإحالة طبقا للقانون. اطرح. أنا اعترفت بكل حاجة. أنا هترافع عنك وربنا يقدرني، واتصلت بالأستاذ أحمد أمين المحامي، وهنعمل اللازم سوا إن شاء الله. طمني قوي يا أستاذة، من النهاردة مفيش محاكم، اللي فاضل محكمة واحدة بس، محكمة الآخرة، محكمة اللي فيها الرحمة والعدل. أنا خلاص كسرت باب السجن الحقيقي، رايح للحرية. طمني قوي قوي يا أستاذة. خلي بالك من شربات اللي بتولي. وانت دكتور كمال اعملوا شربات فرح حلو قوي. وانت يا عبد الرحيم يا راجل يا طيب، مش حصيك على شربات. لا ان شاء الله اطمني. احنا تعبناك قوي يا دكتور. ولا تعب ولا حاجه. مع السلامه يا استاذ نعمه. مع السلامة. شكرا دكتور. مع السلامة يا هان. مع السلامة يا دكتور. شكرين. بعدين يا رجالة، سلطان قعد ينخوه ويدور بفلوسه لغاية ما جاب أمر بالطرد ورمانا في الشارع. والست نعمة لما جت تدافع عنا صلت ابنه عمل عملته السودا وكان هيقتلها. وإيه العمل دلوقتي؟ تعالوا معايا. اللي خده سلطان بفلوسه هناخده إحنا بالدراع. في ايه يا مصاب؟ رايحين يكسروا قهوة سلطان. يا لهوي، يكسروا قهوة سلطان؟ على العموم الامل في ربنا كبير. الطب اتقدم عندنا والحمد لله. كله على الله يا ابني. كل اللي يجيبه ربنا كويس.
الشاي يا نعمت. طب ايه رايكم ان انا حاسس ان العمليه هتنجح وتبقى عال العال، مش كده يا استاذه؟ يا رب. هو تكسير القهوة هيجيب نتيجة يعني؟ الصوت ده دول بيكسروا قهوة سلطان. بابا خدني معاك أرجوك. اللي فاكر نفسه إنه بيجاملنا لما يكسر القهوة يبقى غلطان. احنا كلنا اخوات ولاد حته واحده. كفايه قوي اللي جرى للمعلم سلطان، عشان ربنا كبير. ابعد عن طريقنا يا دكتور كمال، احنا المسؤولين. الاستاذه خيرها على الحته كلها ولازم ناخد حقها. ناخد بحقها اه، لكن مش بالدراع، بالحق، بالعدل. جلايا يا جماعه، هو ده برضه تبعنا؟ احنا بنشوف كلام زي ده. اسمعوا يا رجاله، انتوا ولاد بلد ما تعرفوش الجدر. حلفكم بالله العظيم لا تسمعوني. انا بكره الصبح هعمل العمليه وهكون تحت رحمه ربنا ودعائكم ليا. لو فتحت مش عايزه اشوفكم بالحاله دي، ولو ربنا اراد وفضلت كده ما تزودوش عذابي بافعالكم دي. لا جاهزين كمان خمس ورقات يا حاج. ان شاء الله اعمل حاجه. خرده بنت يا خرده تعالي، ده انت وفرت عليها المشوار. خد الورقه ديت واديها لامك وقولي لها عم الحاج بيسلم عليكي ويقول لك كل سنه وانت طيبه. البنت دي ما حلتهاش الا كلمه طيب. وهو الغلبان حلته ايه غير طيب يا عم الحاج؟ على رايك يا بنتي. كل سنه وانت طيب. وانت طيبه، والسنه الجايه كده نشوفك في بيت العدل. مش نشد حيلك بقى، انت نصفه محمود. يو يا عم الحاج. اللي قول لي يا عم الحاج، ايه اخبار الاستاذه نعمه دلوقتي؟ عملت العمليه النهارده والباقي على ربنا. يا ما انت كبير وكريم يا رب، يا رب اشفيها يا رب. كمال. يا عيون كمال. الله، عيون كمال، قد ايه الكلمة دي حلوة قوي. اهو انت لما تندهلي دلوقتي ما اقدرش اقول لك يا عيون نعمة. الله، انت ليه بتقولي كده دلوقتي؟ انت عملتي العملية وان شاء الله كلها كام يوم وكل حاجة تبقى تمام ان شاء الله. وتقولي لي يا عيون نعمة وقلب نعمة وشعر نعمة وشفايف نعمة. هي الساعة كام دلوقتي يا كمال؟ الساعة دلوقتي 9:30 يا حبيبتي. كده برضو تفتكرني وتنسى العيادة؟ في ناس كتير غيري محتاجين رعايتك يا دكتور. حاضر يا ستي. صباح على خير. وانت من اهله يا حبيبي. ايوه يا دكتور. في حد تاني بره يا ابراهيم؟ بره؟ احنا بقينا وش الصبح. حضرتك مش هتروح ترتاح شويه؟ روح انت يا ابراهيم، انا قاعد شويه. هي الاستاذه هتفك رباط امتى؟ كلها يومين ثلاثه. ادعي لها يا ابراهيم. كلنا بندعي لها يا دكتور. علي اذنك. ابقى طفي نور وانت ماشي. حاضر يا دكتور. you
سلطان ده يا استاذ محمود افترى، واحنا مش ممكن نسكت على كده ابدا. اذا كانت الحكايه عافيه احنا قدها وقدود. لو كانت الحكايه عافيه وايمانات المسلمين نخلي عليها وطيها، لكن البلد فيها حكومه وفيها قانون وكل واحد لازم ياخد حقه. الكلام اللي بيقوله الاستاذ محمود مظبوط يا رجال، العافيه مش هتجيب نتيجه. يعني عاجبك رميتنا في الشارع دي يا ست بسبوسه ولا تكاكين الناس اللي اتقفلت؟ لا طبعا مش عاجبني، بس في قضيه قدام المحاكم رفعتها الست نعمه واللي بدأته الاستاذه لازم نكمله احنا، عشان ما يفتكرش سلطان ان بعملته دي قدر على القانون. عداك العيبه بسبوسه. واللي نقدر احنا نعمله نقف جنب الراجل الطيب الحاج عبد الرحيم، ندفع فلوس المستشفى والعمليه. العندي قبل العندي. الحاج عبد الرحيم خيره على الكل. هو ده العشم يا رجاله، مستوره والحمد لله، ربنا على الظالم. أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. يا رب. صباح الخير. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا عروستنا. صباح الخير يا دكتور. نمت كويس؟ الحمد لله. عال 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 عال. ما توحد الله يا ام نعمة. لا اله الا الله. الفلوس اللي طول عمري بجري وراها، الفلوس 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 اللي ضيعت ابني، الفلوس الفلوس الفلوس. يا اهل الهتة يا اهل الهتة، الاستاذة فتاحة العملية نجحت والاستاذة فتاحة. تعالى معانا، تعالى معانا يا عم سلطان، تعالى معانا نفرح سوا ونحزن سوا. عفى الله عم سلف. تعالى. يعني انت مسامحني؟ ربنا هو اللي بيسامح يا عم سلطان. واهل الحته هيسامحوني؟ اهل الحته دول ناس قلبهم ابيض وما يعرفوش الحقد. تعالى 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 معانا يا عم سلطان. تعالى. أنا خلاص، أنا نادم من كل قلبي. من هنا ورايح بالحب هنعمل كل حاجة، هنبني الحتة من جديد،
قبض الطرد اهو. بكره هروح المحكمه هتنازل عن كل حاجه. الفلوس اللي خدتها منكم تحت امركم، اللي عاوز فلوس من جنيه لألف. روحوا افتحوا محلاتكم، افتحوا بيوتكم، افتحوا قلوبكم الطاهرة عشان اسكن فيها. وانتي سامحيني يا استاذة نعمة. المسامح ربنا يا حاج. وتأبى الأرض الطيبة الطاهرة ألا تحمل فوقها غير التسامح والمحبة والسلام.